تواصل الجاليات المصرية إذن في يومها الثاني على التوالي الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثات الدبلوماسية حول العالم. في الكويت التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، فتحت السفارة أبوابها لليوم الثاني على التوالي للمواطنين الذين احتشدوا أمام مقر السفارة منذ 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي للكويت، أي قبل 1:30 من بدء التصويت الفعلي. وقد استقبل السفير المصري بالكويت طارق القون الناخبين داخل اللجنة، وقد حرص على استطلاع آرائهم حول الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السفارة استعدادا لهذه العملية، حيث أشادوا بحجم التيسيرات التي تم توفيرها سواء كان مرتبط بمنظومة نقل الناخبين من نقاط التجمع أو آلية التصويت السريع.